عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بحضراتكم مع درس جديد من دروس التجويد لكتاب الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الألفات السبع. الألفات السبع، كتير جدا يسمع هذا المصطلح الألفات السبع. إحنا النهاردة إن شاء الله هنفصل الأمر ده. الألفات السبع، الألفات السبع دولا سبع ألفات، سبع ألفات موجودين في سبع كلمات في القرآن الكريم. ركز معايا، سبع ألفات موجودين في سبع كلمات في القرآن الكريم. إيه موضوع السبع ألفات دولاً؟ السبع ألفات دولاً بيثبتوا وقفاً. يعني إيه يثبتوا؟ يعني أنا هقرأها لما أجي أقف على الألف دي. طب لو أنا وصلت تسقط وصلاً، لو أنا وصلت الآية اللي الكلمة فيها اللي فيها الألف دي وصلتها هي تسقط في الحالة دي. طبعا أنا هوضح لك الأمر، يبقى أنا عايزك تعرف القاعدة دي. ها، في القرآن الكريم سبع ألفات تثبت وقفا وتسقط وصلا. يبقى الألفات السبع تثبت وقفا وتسقط وصلا، وهي ثابتة رسما، يعني هي موجودة، موجودة في القرآن في الرسم بتاعه، وهوريك طبعا الأمر ده دلوقتي في المصحف. وعلامتها في المصحف، العلامة بتاعتها في المصحف بتبقى عاملة زي الصفر المستطيل، تمام؟ عاملة زي الايه؟ الصفر المستطيل. وأيضا هوري لك العلامة. يبقى أنا عايزك تعرف العلامة بتاعتها في المصحف علشان لما تمر معاك وانت بتقرأ تعرف ان انت دي عندك من الألفات السابعة. طيب، هي ثابتة رسما، تثبت وقفا وتسقط ايه؟ وصلا. ايه هم السبع كلمات اللي فيهم الالف بتاعتها بتكون تبع الالفات السبع؟ اول كلمة عندي هي كلمة انا، تمام؟ الف انا. طيب، موجود عندي في قول الله تبارك وتعالى انا نذير، انا نذير. طيب، انا دلوقتي لما وصلتها الالف دي، الالف اللي عليها الصفر المستطيل ده سقطت، فبتبقى ازاي؟ تقرأ وصلا انا نذير. شايفين هنا؟ خلاص ما عادش فيه هنا الف، الالف ايه؟ سقطت. وطبعا موجود هنا الايه؟ الفتحة بتاعت النون. يبقى انا نذير ده في الوصل. طب في الوقف، انا بتقف عليه انا، وبيكون الوقف بتاعك ده وقف طبيعي جدا، مفيش عندك منه اي مشكلة، يبقى وقف ايه؟ طبيعي. وده بيكون معاك في كل الالفات دي. انا بثبتها، يعني بقرأها، وانا بقرأها طبيعية جدا، مفيش عندي اي مشكلة فيها، لا بمدها مد زائد ولا اي شيء من هذا القبيل. يبقى هي بتسقط عند الوصل، اقول ايه؟ انا نذير. طيب، هقف عليه انا، تمام؟ طيب تعالى الالف الثانية، لكن هو الله ربي، عندك طبعا دي ايه؟ نون مشددة. فانت في الف لكن هتقولها ايه؟ لكن هو الله ربي، هتقرأها كده، النون المشددة تدي لها الغنة بتاعتها مقدار حركتين خلاص، وتقول هو الله ربي، مفيش الف خالص، ده في الوصل. لو هتقف عليها لكن هو الله ربي، ده في الايه؟ في الوقف. ثبتت عند الوقف وسقطت عند الايه؟ الوصل. تعال للالف الثالثه، الف الظنون، الف الظنون. وتظنون بالله الظنون، انا كده قراتها ايه؟ قراتها وقف. انا كده قراتها ايه؟ قراتها وقف. الظنون، وبعدين هبدا هنالك، ده ما فيش عندي مشكلة، ثبتت هنا. طيب عند الوصل هتقول ايه؟ وتظنون بالله الظنون هنالك، ها اديت الفتحة بتاعت النون وبدأت اقول هنالك، يبقى سقطت عند الايه؟ عند الوصل. كلمة الرسولة، خلي بالك هم سبعة لازم تكون حضرتك عارفهم. الرسولة، وأطعنا الرسولة، عند الايه؟ الوقف. تقرأ وصلا، وأطعنا الرسول وقالوا، ها اديت الفتحة بتاعت الايه؟ اللام، وعديت خلاص ما فيش عندي اي مشكلة، وسقطت الايه؟ الالف. الف السبيل، فأضلون السبيل، عند الوقف.
فأضلون السبيل ربنا، السبيل ربنا. تمام، ده عند الايه، ده هنا وقفا، ده هنا وقفا. فأضلون السبيل عند الوصف، فأضلون السبيل ربنا، اهي خلاص سقطت ايه وصلا. عندي سادس ألف وهي سلاسل، للكافرين سلاسل وأغلالا. ها هنا ده عند الايه الوصل، تقرأ للكافرين سلاسل وأغلالا، اخدين بالكو نفس الوضع. طيب عند الوقف للكافرين سلاسل. تمام، عندي ألف قوارير، وطبعا قوارير مذكورة في سورة الإنسان ورا بعضها. تمام، دي نهاية آية ودي بداية ايه آية. كانت قوارير، ده لو انا وقفت، قوارير من فضة، سقطت التانية. تمام، يعني كده دي ايه ما قلتهاش، دي انا اثبتها لما انا وقفت هنا وايه واسقط التاني. طيب يبقى انت بتقول عند الوصل كانت قوارير، قوارير من فضة، اخدين بالكو، يبقى انا هنا اسقطت الالف وهنا اسقطتها، ما تقلتش الالف فين، في الوصل، في الاتنين. في الوقف هتقول ايه قوارير. تمام، يبقى دول سبع الفات في سبع كلمات حضرتك لازم تكون عارفه. طب في عندي كلمة وثمودة، تمام، بتشوفها كده في مواضع، في سورة هود فيها طبعا موجود، في سورة الفرقان، في العنكبوت، في النجم. الألف دي، وده تنبيه، بتسقط الألف دي، الألف ده بتاعت وثمود، وهوريها لك دلوقتي لفظا ووصلا ووقفا. أنا عايزك تعرف الألفات السابع وتعرف إن كلمة وثمودة طبعا دي فيها إيه، تسقط وصلا ووقفا ولفظا. تمام، هوريك دلوقتي علامة الألفات السابع في القرآن، وهوريك الوضع بتاعها، وهوريك وثمودة في الإيه القرآن. شوف كده معايا في سورة الإنسان في الآية رقم 4 عندك كده سلاسل وأغلالا وسعيرا. تمام، شايف هنا الألف اهي، دي ألف من الألفات السبع اللي احنا درسناها دلوقتي. شايف على الألف هنا العلامة بتاعتها واضحة قدامك اهي. تمام، لما تشوف العلامة دي تعرف ان ده ألف من الألفات الايه، من الألفات السبع، تثبت عند الوقف وتسقط عند الايه الوصل. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، ده عند الايه الوصل. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل، تمام، عند الايه، عند الوقف، يبقى تثبت عند الوقف وتسقط عند الايه سلاسل، ده عند الوقف، سلاسل وأغلالا عند الايه، عند الوصل. عندك في نفس السورة في الآية رقم 15 و16، تمام، في سورة الإنسان عندك شايف قوارير وعندك قوارير. تمام، انا طبعا قلت الالف لما انا قلتها بس عشان انا وقفت عليها. تمام، فهتقول ايه، ويطاف عليهم بآنية من فضة واكواب كانت قواريرا، ده عند الوقف ثبتت. تمام، لو انا هوصلها، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة، يبقى أنا أسقطها عند الإيه، عند الوصل. طبعا ده بالنسبة لمين، لكلمة قوارير وكلمة سلاسل. وطبعا موجود الأمثلة موجودة عندك اللي هما بقية الألفات السبع فين، في القرآن الكريم، في السبع كلمات الموجودين في القرآن الكريم، فدي القاعدة بتاعتهم. أنا هوري لك دلوقتي كلمة وثمودة عندك في سورة النجم، ده موضع من المواضع اللي أنا قلت لك فيها في أربع مواضع. تمام، عندك في قول الله تبارك وتعالى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، يبقى هي هنا تسقط الألف دي وصلا وقفا لفظا. تمام، طبعا هي متكررة فين، في الأربع مواضع اللي احنا قلناهم في الصور اللي موجودة فيهم، وده موضع منها أنا حبيت أن أنا أوريه لك. فكلمة وثمود فما أبقى، وثمود بالألف بتاعتها دي، مع أن هي شكل مين،
الألفات السبع، ولكنها لا تدخل تحت مين؟ الألفات السبع. أسأل الله الكريم الحليم أن ينفعنا بالقرآن العظيم في الدنيا والآخرة، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبتم يا أهل القرآن، ونلتقي إن شاء الله على خير في الدرس القادم من دروس تجويد كتاب الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.